قوات الجيش والمقاومة تضيق الخناق على ميليشيات الانقلاب في يختل شمال مدينة المخا المحررة، ومنظمة الدفاع الصاروخية التابعة للتحالف العربي تعترض صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات على مواقع لقوات الجيش في المدينة. أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعز تدين محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح بالمحافظة عبد الحافظ الفقيه ليلة الماضية، داعية أفراد الأمن والجيش العمل معا لبسط الأمن وتأمين حياة المواطن من مكر وهمجية أصحاب المشاريع الظلامية. العشرات من أبناء تعز يتظاهرون صباح اليوم للمطالبة بوضع حد للانفلات الأمني وإنهاء المظاهر المسلحة في شوارع المدينة، وكانت اشتباكات اندلعت يوم أمس بين مسلحين متهمين بالفوضى وإقلاق السكينة العامة بالمدينة، ونجم عنها مقتل أحد الباعة في سوق ديلوكس. مقتل طفل إثر سقوط قذيفة مدفعية على حي مدينة نور السكنية غربي مدينة تعز أطلقتها ميليشيات الحوثي والمخلوع المتمركزة في شارع 50 شمال المدينة. ميليشيات الحوثي والمخلوع تفرض التجنيد الإجباري على سكان مديرية المراوعة في محافظة الحديدة. مصادر قالت لصحيفة الوطن إن الميليشيات فرضت تجنيد فرد من كل أسرة، ومن يمتنع عليه دفع مبلغ 100,000 ريال، والمخالفين مصيرهم الاختطاف. ميليشيات الحوثي والمخلوع تختطف قرابة 300 شخص من بينهم أطفال وشيوخ في العدين بإب على خلفية مقتل قائد نقطة حوثية في مدخل المديرية الجمعة الماضية في اشتباكات مع مسلحين مجهولين. احتجاجات أطباء مستشفى الثورة بصنعاء تتواصل للمطالبة بمرتباتهم، وميليشيات الحوثي تعمد إلى قمع الاحتجاجات مستخدمة عدة وسائل من بينها الفرقة النسائية الحوثية والكلاب البوليسية بحسب مصادر عاملة في المستشفى.